الموقع اللي الليلة راح نبيت فيه في أعلى مزارع الورد في الشفق. طبعا النظام زي ما تشوفون، هالكرفانات راح يكون المبيت فيها وجلسات خارجية وإطلالات. طبعا المسافة شوية، ما وصلنا إلا بعد غابة الشمس، الشباب جالسين هنا. لا راح تكون هنا بإذن الله، وراح نبيت هنا. أجواء الشفا معروفة أصلا، ممتعة. سبحان الله، ممتاز، قسم بالله عالمي. تبون نروح نغير المكان؟ لا لا. تبون هذا؟ لا. تبون ننزل نعمان؟ لا. ذبحكم البرد؟ حلو. فكروا وقطعوا خسر. هذا عازمنا ولا يذلنا؟ حتى البسس جوعانه تبي تعمل معامله رز كذا. هذا شوي شوي يا خالد، هو ما بعصيد. ما عليه، خلينا ناكلها راحتها. فاهم غلط. هذا تكت، هذا سايرون، هذا صاموا لي شرح المدرسة. والله لا لا يا بلبط، لا يا بلبط، لا لا تعوذ من الشيطان. ما على هذه، ما على هذه مزح، ما على هذه مزح، ما على هذه مزح. اسبه ولا لا؟ سعيد رجال، خليك عادي. عروض مع الزنادي، لا تعلن للسنادي عندي. ايوه من حقك، كنت انا بجيب ذبه حاجه ثانيه بس ما عندي قيمه الاعلام. تبعد عن الطائف 70 كيلو، تعرفون لازم اني امشيهم. وانا تزهلت للرجيل وقلت لهم والله لا اسوي لكم جدول ما يخر الماء. فبلشت الحين انا ندمت اني قلت ما عاد مالك اللي يقول حجي تنبل انا بها الشيطان. ابى امشيها زي ما تمشتك. اعطوني رياء وعطوني رياء، اراء اراء وعطوني استشارات وعلموني. تراني انا تعرفون امكانياتي بر، البر 100%، غيره ما ادري صراحه. لكن يا بالله جب منا، تراك اذا نويت تمشي واخلصت انك تسوي لك عمل، ربي يعاونك على الشمس ما شاء الله. يا الربع كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم شبعتوا نوم وعلامكم صافين كذا، كنا ليله العيد. ها؟ ما وراهم شيء. يا ريجيل كسرتوا ظهر الرجال، مدنق عليكم سبع ريجيل، ما يصير الكلام هذا. هالحين بي ون كير غيروا ام الطبخه، تدرون ولا ما تدرون؟ هالحين تحلق وانت مغمض، ما احتاج تجيب حلاق ولا تجيب واحد يحلق ولا تتعب اللي معك وانت مغمض. الى الماكينه هذه بي ون كير الاصدار القديم صح؟ اشوف وش اشوف 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 يقول انت اللي صانعها يا ابو حشر. يا ابو حشر طيب امسك هذا الستار القديم. اي الستار القديم طيب حلق. طيب هذا الستار الجديد تحلق وانت مغمض، مضبطين وانت مغمض. يا مخلد والله انا بنحرج والله ما حلقت وانا مغمض، اني ما عاد ارب اللحيه. يلا قدامنا الحين ابي اشوف. يلا 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 بس بس عشان تختصرون الوقت ولا ولا تصفون سراع على الرجال، نقعد ننتظركم. يلا 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 وريك كيف تحلق. حنا الحين الطبعة اجهل العشاء يا رجال، بعشينا مكاين. اجل انت تبون عشاء؟ اجل ويش؟ بس العشاء اجهل حلاوه هذا. اجهل عندي تدرون عن حال. العلوم الغانمه شربها الحمام عني جبت حلق، والشغل الزين والامور الطيبه. كيف تبى كيف تبى الكبسه؟ صياديه اجهلها. ايه من نقلشة. اول شيء المكان كيف يا ولد؟ اقول بيض الله وجهك على اختيار يا اخي. انا ما عاد ابى اللي يسوي الجدول غريب انك تشفي الغليل. انتم ما انكم واثقين من قدراتي؟ لا والله بعد المكان هذا انا واثق من قدراتك 100%. لا اي واحد الجدول من الان اقول طيب كل شيء موجود خلاص. الحين انت لمين؟ ابشر 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 بيض الله وجهك يا زينك زينك. قل لا تحسبن على كسب الجمايل الضيوف، كلمة نعمين حنا من معازيبها. زد غربلتنا الليالي وعاقبتنا الصدوف، اللي نواجه نعده من تجاريبها. اللي انا صانع الرفيز اللي حدثها ظروف، والله ما قلنا ظروفك وش نسوي بها. ناقف مع الوقوف اللي يسمى وقوف، مواقفة للمواقف. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. هلا يا ابو غازي، وشلونكم في الكرفانات اللي وديتكم اياها؟ يا ولد صراحة كويس انك انت الامير. والله اسمح لي يا مخلد، والله بقوم اصفق لك. ترتيب قسما بالله ترتيب عالمي يا ولد. هذا نفس الجدول ونفس المقترح كل مرة نجي الطايف. شكرا يا ابو حشر،
بعد مخرج ما عندنا ابغاك. بعدين عانوني جايب لكم الملة والخبز والشغل والسمن والجبن البلدي والبرشومي لونين. يعني أنت ما بين الماضي والحاضر. مرة أنا جمعت لنا الأشياء اللي شبيهة على الفخامة. وش؟ عندي استفسار. وش يا عيوني؟ أنا أشك في الفكرة هذه، مين فكرتك؟ ليش؟ أشك. توافقني يا أبو حشر؟ والله ما يفكر. طب أنا أوريك الحجوزات عن طريق الواتساب؟ والله ما يفكرته وإن عارفه. خليك مغرتها. خليك مغرتها. من يوم كم عمره؟ أنت من يوم الله خلقه بالطائف والله ما طب المكان هذا غير اليوم. يا بند. والله ما أدري. يا بند ترى أنت مثل العجوز النقة. العجوز من يرحم. العجوز من يرحم. اللي لا تاخذ حق ولا تقطع لك. قطع يا الرخمة. قطع وخس. العجوز. أنا. والله هو شوف المكان زين. المشكلة ما بالمكان. المشكلة هند. انتم مانكم براضين فيه. لا يا مسلم مشيت يا ريجي. لا ترتيب هذا يا مخلد ما يجي الا عند الناس الفي اي بي وانت عالم. منهم مره عالمي والله مكان. خلني اختار على الفي اي بي انا. لا تسمع. اسمع اقصر فيها اقصر فيها اقصر فيها اسمع صل على النبي. لا تستغرب اذا احنا انا ما بقولها جابها مطير. ها اسمع اسمع والله لو توديهم ما ادري وين توديهم. لي يقولون تنابحت الكلاب الحين. شفت تنابحت الحين. هذا الكرفانة يا جماعة من الداخل في طائفنا المأنوس تحديدا في الشفاء. السرير المنزوج والطاولة تشتري عليها أنت ولي معك، وهذا سرير دورين، واحد يجي فوق وواحد يجي تحت. هذا الملحقات، دورة المياه الله يعزكم، ثلاليج، فرن كهربائي، مغسلة،